أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، جولة جديدة في أخبار الصحف المحلية والعربية والعالمية من طبعة اليوم. أولى محطات طبعة اليوم من الصحف المحلية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، نبدأ جولتنا في الصحف المحلية من جريدة الصباح، وإليكم أبرز ما عنونته في صفحتها الأولى من عناوين لهذا اليوم. الصحة تحذر من تعاظم إصابات كورونا خلال الزيارة الشعبانية، واليوم انطلاق تطعيم المواطنين بلقاح أسترازينيكا. بغداد تعزي القاهرة بفاجعة سوهاج، وتأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن إلى موعد آخر. الكاظمي يشيد بدور الإعلام في نقل الحقائق، وشروط وخلافات تهدد بانهيار جلسة الموازنة ليوم غد. ومظهر صالح إصرار حكومي على تحسين مفردات التمويلية. وآخر العناوين في الصباح، الدفاع المدني تستنفر فرقها تحسبا لزيادة حرائق الصيف. مشاهدينا، هذه كانت أبرز العناوين التي تناولتها جريدة الصباح لهذا اليوم. نذهب وإياكم إلى الزمان وإليكم أبرز العناوين فيها. الحلبوسي وصالح يبحثان استعدادات إجراء الانتخابات، والكاظمي يبحث في السعودية الأربعاء المقبل فرص التعاون. الشارع يترقب، والبرلمان يستعد لخوض جولة حاسمة بشأن قانون الموازنة. وإدانة 5 مسؤولين بينهم وزير الكهرباء الأسبق عن مخالفات قانونية. استمرار ارتفاع الإصابات يضع القطاع الصحي على المحك، والحكومة تتهم جهات بإرباك الأوضاع وجر العراق نحو دوامة الصراع. وآخر العناوين في المحليات، حمودي يقود دفة البيت الأولمبي في ولاية رابعة. مشاهدينا، هذه كانت أبرز العناوين التي تناولتها الصحف المحلية لهذا اليوم. بعد الفاصل إليكم أبرز المقالات. وفي صحيفة الصباح، كتب حسين علي الحمداني مقالا تحت عنوان التكامل العربي، نقرأ منه هذه السطور. يدخل العراق مرحلة مهمة عبر تفعيل علاقاته بمحيطه العربي والإقليمي من خلال القمة الثلاثية التي ستجمع العراق بكل من مصر والأردن في بغداد، التي باتت اليوم محطة مهمة. وهذه القمة لها أهمية كبيرة في أبعادها السياسية والاقتصادية من جهة، ومن جهة ثانية أن يأخذ العراق دوره الحقيقي في المنطقة كدولة قادرة على أن تلعب دورا مهما في استقرار المنطقة وتنميتها. لهذا نجد أن الرأي العام العراقي ينظر بكل إيجابية لتطوير العلاقات بين العراق والدول العربية. ومن هنا فإن القمة الثلاثية هي نتيجة طبيعية للعلاقات العراقية مع كل من مصر والأردن، وتعكس رغبة مشتركة في تطويرها لما يخدم مصالح هذه الدول وشعوبها التي تتطلع لمستقبل أفضل، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد بداية النهاية للكثير من الأزمات التي عصفت بها، وفي مقدمتها نهاية الخطر الإرهابي عبر القضاء على العصابات الإرهابية، مضافا لذلك مبادرات وقف الحرب في اليمن واستقرار ليبيا. وهذا ما يعني أن هنالك رغبة كبيرة جدا لدى دول المنطقة والمجتمع الدولي لإنهاء مشكلاتها وتصفيرها والتوجه نحو مرحلة جديدة هدفها الاستقرار والتنمية، وهو ما سعى له العراق مرارا في السنوات الماضية. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن آخر المستجدات في الشأن المحلي، ينضم إلينا من داخل الأستوديو المحلل السياسي واثق الجابري. أهلا ومرحبا بك سيد واثق في طبعة اليوم. يعني نتحدث عن القمة الثلاثية في بغداد المزمع عقدها، يعني برأيك ما أهمية عقد هذه القمة بهذا التوقيت بالتحديد؟ شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام. طبعا بالطبع هذه القمة يعني أو اللقاءات العراقية العربية أو مع الدول المحيطة الإقليمية هي
تأتي بالإيجابية بالنسبة للعراق من حيث منطلقات العراق هي مبنية على أساس الانفتاح مع الدول الإقليمية والعالمية، وثم المرتكز الثاني هو التوازن بطبيعة العلاقات وعدم الانتماء إلى محور من المحاور الدولية المتصارعة، وبالنتيجة العراق يسعى إلى أن يكون طرفاً وسيطاً وطرفاً معتدلاً، ويحاول أن يمد الجسور بين الدول حتى المختلفة فيما بينها، وهذه الانعكاسات أكيد ستكون انعكاسات إيجابية، بالإضافة إلى حاجة الدول إلى بعضها، يعني من مسألة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة سيما بعد جائحة كورونا والتي عصفت بالعالم وما تعانيها تلك الدول والعراق أيضا، والحاجة الفعلية إلى التعاون فيما بينها. العراق يحتاج إلى بعض الجسور الاقتصادية مع هذه الدول، وبالنتيجة هذه العلاقات الاقتصادية هي كواجهة لنوع من الدبلوماسية التي يسعى العراق إلى تحسينها، أو ربما هو أصبح الآن يعني كقبلة الدبلوماسية في العالم، يعني سيما بعد زيارة قداسة البابا ومجيء كثير من رؤساء الدول الذين حاولوا بناء علاقات جيدة مع العراق، والعراق أيضا سعى بشكل إيجابي لترميم كل العلاقات مع هذه الدول والدول المحيطة، وأكيد سيحتاجها، والجغرافية هي من تفرض علينا لتبادل الاقتصاد والأمن والسياسة وبناء علاقات متينة مع الدول وبذات الدول العربية المحيطة. نعم، طيب سيد واثق، يعني برأيك ما نوع الملفات التي يمكن أن تناقشها أو تتناولها القمة الثلاثية؟ نعم، يعني هي ملفات اقتصادية تم طرحها سابقا، هي لم تأتي وليدة هذه الحكومة وإنما جاءت من حكومة سابقة وتم تعزيزها في لقاءات سابقة أجريت في القاهرة وعمان أيضا، و بالنتيجة هذه الملفات تتعلق يعني بالتبادل الاقتصادي أولا، يعني هي الواجهة الأولى، يعني إنشاء مدينة صناعية على الحدود العراقية الأردنية وسوق حرة، وكذلك الربط الكهربائي الذي يحتاجه العراق، وربما ستزود مصر العراق تزود المنطقة الغربية أي بما يقارب 18% من حاجة العراق الفعلية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب، يعني التجارب المصرية والأردنية وأيضا الخبرات العراقية. العراق يمتلك يعني يمتلك المال ويمتلك أيضا الطاقات البشرية والإمكانيات، وبالنتيجة هذه ستكون كأدوات مساعدة لبناء هذه العلاقات وترصينها، بالإضافة إلى القضايا يعني الأمنية والسياسية. السياسية طبعا العمل المشترك، العمل العربي والإقليمي هو مهم جدا بالنسبة للمنطقة بعدما كانت تشهد نزاعات يعني لفترات سنوات السابقة. اليوم دول العالم يبدو أنها تحاول إعادة ترتيب الأوراق وتبني نوع من الحوارات البناءة التي تهدف إلى فرض الأمن في هذه الدول وبناء اقتصادها بنفس الوقت. نعم سيد واثق، يعني كما ذكرت تسخر البلدان الثلاثة بموارد عدة، يعني إلى أي مدى هناك مقومات لنهوض اقتصادي مشترك بين البلدان الثلاث؟ نعم، يعني هي الآن يعني الحديث يعني عن هذه الدول، كل يتحدث ضمن إمكانيته وكل يبحث عن مصلحته أكيد، لكن العراق اليوم يمتلك قلت الثروات الهائلة والإمكانيات وإمكانيات الاستثمار التي جعلت منه يعني كبلد جاذب للاستثمارات والإعمار، ولديه مدن ربما تعرضت إلى التدمير نتيجة وجود عصابات داعش لفترات، وبالنتيجة كل هذه تحتاج إلى بناء وإلى إعادة ترميم هذه المدن، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي الآخر. العراق طبعا خلال السنوات السابقة لديه كثير من المعامل المعطلة، لديه توقف أيضا أو شلل في مسألة الزراعة ومسألة تطويرها، وبالتالي يعني لدى مصر على سبيل المثال أيادي عاملة، بالإضافة إلى الإمكانيات والتجارب، التجارب أيضا في مسألة الكهرباء أيضا العراق يعاني منها، لكن العراق بنفس الوقت إذا تم استثمار هكذا مشاريع أكيد تنعكس إيجابا على العراق من خلال تشغيل أيادي عاملة، لدينا كثير من الشباب الذين يطمحون بالعمل، وهذه أيضا يعني مسألة المصانع والزراعة كلها اليوم أصبحت بالوقت الحاضر تحتاج إلى تدريب وإلى خبرات وتجارب دول أخرى، لأن هذه الدول يعني أشبه بالمستقرة قياسا بالنسبة للعراق الذي شهد أوضاعا أمنية
غير مستقرة خلال السنوات السابقة، وبالنتيجة ربما تكون لهذه الشراكة إيجابيات بالنسبة للدول بصورة عامة، هذه الدول الثلاثة أقصد. يعني كما تعلم من أبرز الملفات الشائكة والمترابطة هو موضوع الملف الأمني، هل يمكن برأيك لهذه القمة أن تحقق الهدف الأمني المشترك؟ نعم، يعني هو مسألة التهديد الأمني أصبح تهديدا عالميا، ليس يخص دولة بذاتها لكن الدول الإقليمية، يعني بالذات مصر والعراق والأردن، كل هذه الدول أيضا عانت من الإرهاب، لكن العراق كانت التجربة هي الأقصى والأنجح أيضا في مجابهة الإرهاب. لذلك اليوم العراق يمتلك كما هائلا من المعلومات على طبيعة التحركات الإرهابية وطبيعة مواجهة العصابات، بالإضافة إلى تجربة القوات الأمنية بصورة عامة، يعني كيفية حققت نجاحات وانتصرت على عصابات فرضت وجودها على بعض الأرض العراقية، وهذه طبعا العصابات تتحرك، يعني تتحرك سواء في مصر في الأردن. مصر واحدة من الدول التي هددت يعني في أكثر من مرة وتعرضت لأكثر من تفجير، وهذه العصابات تتنقل بين العراق وسوريا ومصر والأردن وكل الدول المحيطة، لذلك تبادل المعلومات، يعني هو سيصبح العراق هو من يمتلك كنز المعلومات وقوة المعلومة والخبرات العسكرية، أيضا سينفع هذه الدول وتستفيد منه، وأكيد هو التعاون المشترك يمنع تنقل هذه العصابات الإرهابية بين هذه الدول. سيد واثق، كيف ينظر المحيط الإقليمي لهذا التقارب بين البلدان الثلاث برأيك؟ يعني هو المحيط الإقليمي أكيد العراق اليوم من خلال تبنيه سياسة الوسطية والاعتدال والتوازن، أكيد اليوم كل العالم ينظر إلى العراق والدول الإقليمية بالذات، رأت العراق هو بلدا لم ينخرط في أي تحالف، لم ينجر إلى أي صراعات جانبية داخل المحيط، يرى العراق أنه هذه الوسطية هي يمكن أن تؤهل العراق بما يمتلك من إمكانيات وطبيعة خطاب سياسي وطبيعة السياسات المرسومة لدى الحكومة العراقية والحكومات، يعني كل الحكومات العراقية التي ترى بعين الوطنية ترى أن العراق أن يبتعد عن سياسة المحاور وأن يرمم العلاقات بين هذه الدول. لذلك هي اليوم وصلت إلى قناعة، ربما كانت بعض الدول مترددة على بناء علاقات متينة مع العراق، اليوم وصلت إلى قناعة أن العراق هو بلدا يمكن له أن يكون بهذه الوسطية بهذا الاعتدال، أن يحمل راية الاعتدال والتوسط بين هذه الدول ونقل وجهات النظر التي تقارب بينها، وبالنتيجة هنالك قناعة لدى معظم الدول في المنطقة أن الحروب لن تنتج شيئا وأن الخاسر الوحيد حكومات وشعوب تلك الدول، وبالنتيجة لا سبيل إلا الحوار، والعراق متبني لهذا الحوار، حوار سواء كان داخليا أو خارجيا، الحوار ينطلق من مفترض أولا من الداخل العراقي، طبعا هنا مسؤولية القوى السياسية العاملة بداخل العراق أن تتبنى نهجا وطنيا واحدا تتحدث به مع الدول وتتبنى علاقات متوازنة مع الدول الإقليمية والعالم أيضا، وتقدم به يعني بالدرجة الأساس المصلحة العراقية التي هي مبنية على بناء علاقات، وبناء العلاقات الجيدة مع الدول أكيد سينعكس إيجابا على العراق وينعكس أيضا بالإيجابية على تلك الدول. نعم، في شأن محلي آخر وعلى صعيد الموازنة، يعني سيد واثق، لماذا تأجلت الموازنة وهل تتوقع تأجيلها مرة ثانية؟ يعني هي الموازنة أولا يعني لنرى فلسفة الموازنة وكيف تأتي الموازنات في العراق، يعني للأسف كل الموازنات دائما ما تتأخر من طبيعة التعاطي مع الموازنة. أولا هي الموازنة من واجبات البرلمان العراقي، له واجبات ثلاث هي التشريع والرقابة وأقرار الموازنة، لكن الحكومة هي من تكتب الموازنة، كان من المفترض على البرلمان العراقي أن يضغط على الحكومة، من المفترض أن تقدم في الشهر الثامن أو التاسع إلى الحكومة كي يتم قراءتها وملاحظة يعني تسجيل بعض الملاحظات على الموازنة، الحكومة قدمتها أيضا متأخرة، والبرلمان ترك النقاط الخلافية وبالذات النقاط المتشابكة جدا إلى
اللحظات الأخيرة، وبالنتيجة اليوم تخرج تصريحات من القوى السياسية تعبر عن مطالب ربما تكون هي قهرية بالنسبة لطبيعة التغيير في وقت حرج، يعني قبل القراءة الثانية للموازنة. سيد واثق، يعني من الواضح أن الخلافات على الموازنة لا تنحصر بالإقليم فقط، بالتالي هل تتوقع أن يتم الاتفاق على الموازنة في الساعات القليلة القادمة؟ هي الخلافات طبعا ليست على بنية الموازنة فقط، وإنما الخلافات بالذات هي جوهرية الخلافات هي خلافات سياسية. من المؤسف أن القوى السياسية كل القضايا يعني حتى الموازنة التي هي عصب حياة الدولة العراقية وتحرك حتى الاقتصاد الذي نعاني اليوم من أزمة، لو أقرت الموازنة يحرك الاقتصاد، تنطلق المشاريع، تعطى الديون المترتبة على الحكومة يعني للفلاحين، للصناعيين، لغيرهم من المشاريع، للمقاولين، حتى يتحرك الاقتصاد وتحرك كل الدولة العراقية. لكن كما يبدو أن هذه الخلافات السياسية أحيانا لا تبالي بطبيعة احتياجات الدولة العراقية، وتقدم المصالح السياسية على حساب المصلحة العليا والمصلحة الوطنية، وبالنتيجة هذه الخلافات أحيانا تصل إلى الذروة دون النظر إلى يعني أهمية إقرار الموازنة في وقت متأخر وضرر تأخير موازنة على الشارع العراقي بصورة عامة. نعم، المحلل السياسي واثق الجابري، أشكرك شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. مشاهدينا، إلى الصحف العربية والعالمية بعد هذا الفاصل. نبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية، ومنها السعودية تلزم العاملين في خدمات الحج بلقاح كورونا. أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تعليماً باشتراط التحصين الإلزامي لكافة العاملين في خدمات الحج والعمرة والمحال التجارية النشطة في هذا القطاع اعتباراً من رمضان القادم. وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة على موقع تويتر: وزارة الحج والعمرة تصدر تعميماً إلى القطاعات العاملة في الحج والعمرة باشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحال التجارية اعتباراً من الأول من شهر رمضان من عام 1442 هجرية. مشاهدينا، نبقى في الصحف العربية وإلى الدستور الأردنية، وقد نشرت واشنطن تعلن استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني. أعلنت واشنطن استئناف تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم التجمعات السكانية الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في كلمتها أمام مجلس الأمن لاستعراض التقرير 17 حول تنفيذ القرار 2334 الصادر عام 2016 الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل على استعادة برامج المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. ومن الصحف العربية أيضا صحيفة الاتحاد الإماراتية، ونطالع فيها: البرد يحصد أرواح 4 سوريين في لبنان. توفي 4 لاجئين سوريين جراء البرد في منطقة جبلية في شرق لبنان خلال محاولتهم الوصول إلى الحدود. وقال محافظ منطقة بعلبك الهرمل بشير خضر على تويتر أن العثور تم بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، مشيرا إلى أنهم توفوا بسبب البرد القارس. مشاهدينا، أما آخر الصحف العربية لدينا لهذا اليوم صحيفة الرأي الكويتية، ومنها: صندوق النقد يصرح تشكيل حكومة لبنانية جديدة بتفويض قوي ضروري لتطبيق الإصلاحات. قال صندوق النقد الدولي أن تشكيل حكومة لبنانية جديدة ذات تفويض واضح ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشد الحاجة إليها لانتشال البلد من أزمته المالية. وقال جيري رايس الناطق باسم صندوق النقد
في مؤتمر صحفي مقرر سلفا من الضروري تشكيل حكومة جديدة على الفور وبتفويض قوي لتطبيق الإصلاحات الضرورية. التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وبرنامج الإصلاح هذا تشتد الحاجة إليه. مشاهدينا، هذه انتقالة إلى الصحافة العالمية، وفيها من صحيفة الاندبندنت نطالع: الاتحاد الأوروبي يعلن وقف تصدير لقاح أسترازينيكا المنتج بدول الاتحاد لحين الوفاء بالعقود. أعلن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أمس الجمعة أن التكتل لن يسمح بتصدير جرعات لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي المنتج داخل الاتحاد إلى أي مكان آخر إلى أن تحترم الشركة عقود التسليم. وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في إسبانيا أن لدينا الأدوات وسنضمن بقاء كل شيء في أوروبا إلى أن تعود الشركة لالتزاماتها. أما صحيفة واشنطن بوست ومنها: فاوتشي يصرح نظرية ريتفولد حول تسرب فيروس كورونا من مختبر بالصين مجرد رأي. وصف مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي نظرية المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدكتور روبرت ريتفولد بأن فيروس كورونا المستجد انتشر في وقت سابق وتسرب من مختبر في الصين بأنه مجرد رأي. ومن الصحف العالمية أيضا صحيفة ديلي ميل ومنها: الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بريطانية في رد انتقامي. فرضت الصين عقوبات على 9 أفراد بينهم نواب في البرلمان وأربعة كيانات في المملكة المتحدة بعد أن فرضت لندن في وقت سابق هذا الأسبوع عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب معاملة أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ. والختام في العالمية من صحيفة ذا تلغراف ومنها: مفوض أوروبي يصرح 52 مصنعا بأنحاء القارة تشارك بإنتاج لقاحات كورونا. قال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تيري بريتون إن أوروبا ينبغي أن تكون رائدة عالميا في إنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث يشارك 52 مصنعا بهذه العملية في جميع أنحاء القارة. ولفت بريتون إلى أنه كان ينبغي على أوروبا تلقيح عدد كاف من الناس في الصيف لتحقيق مستوى مناعة عالمي. مشاهدينا، إليكم أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في الشأن الاقتصادي بعد هذا الفاصل. والبداية لأخبار الاقتصاد مع صحيفة القبس ونقرأ فيها: تكلفة أزمة الملاحة في قناة السويس تقدر بنحو 10 مليارات دولار أسبوعياً. قدرت شركة إيلينز الألمانية العملاقة للتأمين الخسائر الناجمة عن تعطل حركة الملاحة في قناة السويس بعد جنوح سفينة الحاويات إيفر جيفن بما يتراوح بين 6 و10 مليارات دولار أسبوعيا للتجارة العالمية. ومن صحيفة الاقتصادية السعودية نقرأ: تأخر اللقاحات يهدد الاتحاد الأوروبي بخسائر تبلغ 123 مليار يورو وظهور اقتصاد بسرعتين. رجح عدد متزايد من خبراء الاقتصاد أن تدهور الوضع الصحي سيؤخر التعافي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي مع عودة أعداد الإصابات إلى الارتفاع وإقرار قيود في ظل بطء حملات التلقيح، مشيرين إلى أن ذلك يهدد الاتحاد بخسائر تبلغ 123 مليار يورو خلال العام الجاري وظهور اقتصاد بسرعتين. مشاهدينا، جولتنا مستمرة بعد هذا الفاصل.
وفي الشأن التكنولوجي ومن صحيفة اليوم السابع نطالع تفاصيل أول منزل افتراضي على سطح المريخ يباع بأكثر من 500,000 دولار. على الرغم من أنه لم يخطو البشر على سطح المريخ حتى الآن، إلا أنه تم بيع مسكن مستقبلي على الكوكب الأحمر والذي يسمى بمنزل المريخ، وهو أول منزل افتراضي مشفر بصيغة NFT رقمي في العالم، وهو رمز غير قابل للاستبدال، وذلك مقابل أكثر من 500,000 دولار. ومن صحيفة النهار نقرأ وزير الصناعة الروسي يصرح موسكو تعتزم إنتاج سيارة كهربائية جديدة هذا العام. قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دنيس مانتروف أمس الجمعة أن الشركة الخاصة الصغيرة زيتا تصمم سيارة تعمل بالكهرباء وتعتزم بدء إنتاجها هذا العام. وليس لدى صناعة السيارات في روسيا الدولة المصدرة للنفط والغاز على مستوى العالم مشروعات سيارات كهربائية ناجحة في الوقت الحاضر، ويتوقع محللون بوادر ضعيفة لإنتاجها في المستقبل القريب لأسباب أهمها ضعف البنية التحتية لشحن بطاريات تلك السيارات الكهربائية. أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في شأن الصحي بعد هذا الفاصل. ومن صحيفة الدستور الأردنية نطالع دراسة تكشف تلقي لقاحات الإنفلونزا أدى إلى انخفاض أعداد إصابات كورونا. الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا خلال موسم الإنفلونزا الماضي كانوا أقل عرضة للاختبار إيجابا لفيروس كورونا، حتى الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس واجهوا مضاعفات أقل من أولئك الذين لم يتلقوا لقاح الإنفلونزا. ومن الأخبار الصحية أيضا، كتبت صحيفة البيان الإماراتية علماء أمريكيون يعملون على تطوير لقاح يحمي من جميع سلالات فيروس كورونا. يعمل باحثون في جامعة فيرجينيا الأمريكية على تطوير لقاح قد يحمي الناس من جميع سلالات فيروس كورونا، ورأى فريق في جامعة فيرجينيا نتائج واعدة مع لقاحهم في تجارب الحيوانات حيث منع إصابة الخنازير بفيروس كورونا. ووفقا للتقرير سيساعد المرشح الجديد الجسم على محاربة سلالات الفيروس التاجي الحالية والمستقبلية، بما في ذلك العامل الممرض الذي يسبب كورونا وحتى نزلات البرد. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن أبرز المستجدات في الشأن الصحي ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف عضو الفريق الطبي لوزارة الصحة دكتور زياد حازم. أهلا ومرحبا بك دكتور زياد. في طبعة اليوم يعني ارتفاع الإصابات بشكل كبير، هل هو بسبب زيادة عدد الفحوصات أم أن هناك موجة جديدة؟ نعم، أهلا وسهلا بكم وصباح العافية لكم السادة مشاهدي العراقية الإخبارية الكرام. الحقيقة السؤال مهم جدا وفي صلب الموضوع. احنا نلاحظ حتى لو تزيد الفحوصات تزيد الاختبارات لكن نسبة الإصابة إلى الفحص أيضا تزداد، يعني من كل 100 مسحة كنا نجريها قبل شهر ونص كانت تطلع عندنا إصابتين، الآن أصبحت تقريبا تتراوح بين 15 إلى 17%. هذه النسبة تمثل إشارة خطر والدق ناقوس الخطر، إضافة إلى أنه السلالة الجديدة هي أسرع انتشارا وأشد من السلالات السابقة، إضافة إلى تماهل الكثير من المواطنين الكرام للأسف الشديد، عزوف البعض منهم عن التسجيل على المنصة الإلكترونية للقاح وعزوفهم وتهاونهم في الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد واستمرار الحياة بشكل شبه طبيعي خاصة في بعض المناطق الشعبية. كل هذه الأمور أدت إلى هذه الزيادة. نعم دكتور زياد، يعني ما مدى الاستعدادات لهذه الزيادة بعدد الإصابات من قبل وزارة الصحة، وهل لا يزال ضمن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية؟ نعم، لحد الآن هو الوضع مسيطر عليه. احنا حقيقة في وزارة الصحة هناك ومؤسساتها وكل دوائرها في عموم العراق هناك خبرات أصبحت موجودة
نتيجة العمل أكثر من سنة كاملة. أيضا كل العقبات اللي كانت موجودة خاصة السنة السابقة ذللت. هناك تقريبا أكثر من 80 مستشفى ميداني خاصة بكورونا، أكثر من 12,000 سرير خاص بكورونا. أيضا السعة السريرية العامة بعموم العراق زادت تقريبا أكثر من 14,000 سرير. الأكسجين الطبي السائل والغازي أيضا تم توفيره وزيدت معامل إنتاج الأكسجين. لكن في نفس الوقت هناك الكثير من الأنظمة الصحية المتطورة في بلدان متطورة لم تقاوم مضاعفات وزيادات الإصابات، وعندنا بالتأكيد نماذج ألمانيا وإيطاليا وأمريكا والبرازيل للأسف انهارت أمام المضاعفات والزيادات. لحد الآن الوضع مسيطر عليه، لكن التماهل والتجمعات البشرية والمناسبات الدينية والأفراح وغيرها هاي بالتأكيد إذا ما تتبعها وتكون وياها بصورة متصاحبها التزام جيد بالإجراءات الاحترازية، أيضا الزيادة قد تتضاعف والوضع قد يتفاقم. نعم دكتور زياد، فيما يتعلق باللقاح كيف تصف لنا الاستعدادات لانطلاق تطعيم المواطنين بلقاح أسترازينيكا؟ نعم، بعد أن وصلت أو البارحة 336,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا بعد عقود وزارة الصحة مع مرفق كوفاكس، والحقيقة تم كل الاستعدادات اللازمة من سلسلة التبريد، من ورش العمل، من الملاكات الصحية والطبية، أيضا حتى المنصة الإلكترونية واجهتها بعض العقبات الفنية ذللت. اليوم صباح اليوم في عموم العراق وحتى كردستان انطلقت الوجبات التلقيح التطعيم بلقاح أسترازينيكا في عموم العراق. الحقيقة رغم اليوم أطلع أو شبه أطلع 50% من الدوام، لكن معظم مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي تسمى منافذ التطعيم كان دوامهم 100%، والمواطن الكريم اللي مسجل على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية والمشمولين باللقاح الفئات العمرية، هو هذا لقاح أسترازينيكا ما محدد بعمر، فقط أكثر من 18 سنة يكون مشمول، ومع بعض الإجراءات مثل فحص ضغط الدم، فحص درجة الحرارة وبعض الأمور الأخرى إذا ماكو اعتلالات مناعية قوية أيضا يشمل بالتطعيم. وهذا اللقاح الحقيقة حالة حال الإجراءات الاحترازية مثل لبس الكمامة والتباعد البدني، نعم. كلها هاي تندرج تحت مسمى إجراءات وقائية. دكتور، ما يثار من مخاوف لدى البعض من أخذ اللقاح، لماذا برأيك؟ هل بسبب ما أشيع من آثار سلبية جانبية يتسبب بها، أم هناك أسباب أخرى تدخل في هذا الإطار؟ نعم بالتأكيد هناك يعني سيست موضوع اللقاحات ولاحظنا هذا الشيء. الحقيقة إحنا لو نتكلم بتجرد مهني وبعلمية، يوم أمس هناك دراسة أمريكية أطلقت بعد أن اكتملت سريريا، طبعا اكتملت هذه الدراسة أثبتت أن اللقاح أسترازينيكا لا علاقة له ببعض الإشاعات اللي أطلقت في بعض الدول الأوروبية عن أنه يسبب بعض التخثرات. ايضا ثبت بهذه الدراسه الامريكيه السريريه ان لقاح أسترازينيكا فعال بنسبه اكثر من 70% بان يحمي من الاصابه، وفعال بنسبه 100% للحمايه من مضاعفات كورونا. لذلك نعم بالضبط، لذلك الحقيقه كل الاقاويل وخاصه ما نسمع ويتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي هنا وهناك حول لقاح أسترازينيكا لا شيء له من الصحه بصوره علميه. نعم، عضو الفريق الطبي لوزاره الصحه دكتور زياد حازم كنت معنا مباشره عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك الينا. مشاهدينا، انتقال الى اخبار الثقافه والفنون بعد هذا الفاصل. وإلى أخبار الثقافة والفنون، كتبت صحيفة الراية القطرية دراسة حديثة على منحوت خشبي تكشف أقدم وأكبر نصب خشبي في العالم. عدد من الباحثين من خلال دراسة لعلماء من روسيا
أجريت مؤخراً على منحوت خشبي شيجير عثر عليه في مستنقعات الأورال بمنجم تورينسكي السطحي عام 1890 أنه أقدم وأكبر نصب خشبي في العالم. واتضح للخبراء أن هذا الصنم الخشبي هو أقدم مما كان يعتقد سابقاً. ومن أخبار الثقافة والفنون أيضاً، كتبت صحيفة الأهرام المصرية: وزيرة الثقافة المصرية تقرر وقف أي مظاهر احتفالية في المسارح تضامناً مع حادث قطار سوهاج. وجهت وزيرة الثقافة المصرية بإلغاء المظاهر الاحتفالية في جميع مسارح الدولة خاصة في الصعيد، وأن تقتصر فقط على المراسم مع وقوف جميع الفنانين دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث. مشاهدينا، بعد الفاصل انتقال إلى الأخبار المنوعة. ومن الأخبار المنوعة اخترنا لكم ما نشرته صحيفة رؤيا الإماراتية: روسيا لم تقص شعرها منذ 17 عاما وطوله 172 سنتيمتر. رفضت الروسية دايرا جوانوفا البالغة من العمر 34 عاما قص شعرها منذ 17 عاما بعد مراهنة مع إحدى أصدقائها خلال فترة المراهقة حتى بلغ طوله مترين تقريبا. وتعيش دايرا في مدينة بارنول جنوب وسط روسيا، وتوقفت عن قص شعرها في 14 من عمرها حتى بلغ طول شعرها الآن قرابة مترين. والشعر المتموج للفتاة يبلغ قياسه تحديدا 172 سنتيمترا، ولم تقصه منذ اليوم الذي بدأت فيه المنافسة مع صديقتها، كما أنها خصصت صفحة عبر موقع إنستغرام لشعرها جذبت أكثر من 148 ألف متابع. ومن صحيفة اليوم السابع المصرية نقرأ: تايلاندية تعثر على لؤلؤة نادرة في وجبة سعرها جنيه استرليني واحد. قاد الحظ امرأة تايلاندية إلى صدفة قد تقلب حياتها رأسا على عقب، وذلك لاكتشاف لؤلؤة ميرا البرتقالية النادرة خلال تناولها وجبة من الحلزون البحري. وقد تصل قيمة هذه اللؤلؤة إلى عشرات آلاف من الجنيهات الاسترلينية، وإضافة إلى إمكانية تحقيق ثروة تغير حياة الفتاة، فإن هذا الاكتشاف جدد لعائلتها الأمل لعلاج والدتهم المصابة بالسرطان، بينما يبحثون عن مشتر للؤلؤة النادرة. شاهدين أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في شأن الرياضي بعد هذا الفاصل. وفي صفحتها الرياضية نشرت صحيفة النهار: ساوثغيت يحقق رقما مميزا مع منتخب إنجلترا بعد خماسية سان مارينو. حقق جارث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا رقما مميزا في فوز منتخب الأسود الثلاثة على سان مارينو بخمسة أهداف دون مقابل في مستهل مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم عام 2022. وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن ساوثغيت خاض مباراته 50 كمدير فني لمنتخب إنجلترا، محققا انتصاره 30 خلال هذه الفترة. وفي صفحتها الرياضية أيضا نشرت صحيفة القدس العربي: غياب راشفورد وساكا عن مواجهتي إنجلترا أمام ألبانيا وبولندا. أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة غياب الثنائي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وشاب بوكايو ساكا جناح أرسنال عن مواجهتي منتخب الأسود الثلاثة أمام ألبانيا وبولندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. مشاهدينا، إليكم أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم من رسوم كاريكاتيرية بعد هذا الفاصل.